بمشاركة فعاليات إعلامية محلية وعربية، تم توزيع الجوائز على الأعمال الفائزة والمشاركة من جميع المؤسسات الإعلامية في مهرجان الإعلام السوري الأول من القطاعين العام والخاص. الأخبارية السورية زينب حققت 4 جوائز وبدنا نقول لهم ألف مبروك، ولحتى نسلط الضوء عليها بصباحنا غير رح نستقبل اليوم معنا الكابتن مالك حمود. صباح الخير كابتن، يلي حققت جائزة أفضل مقدم برنامج رياضي باسكت بريك، وأيضا الزميل بهاء خير عن أفضل فيلم وثائقي أبناء الدم. صباح الخير كابتن وصباح الخير بهاء، أهلا وسهلا يسعد فيكم. صباحكم زينب ولايا، ويسعد صباح كل مشاهدي الإخبارية السورية. يسعد صباحكم، إن شاء الله ألف مبروك للإخبارية السورية ولكم أيضا. يعني خبرونا عن مشاركتكم بمهرجان الإعلام الأول وعن شعور الفوز، هل كنتم متوقعين الفوز بأعمالكم؟ كيف كان رد الفعل لما أعلن عن الجوائز؟ نبدأ من عندك أستاذ مالك. أول شيء مبروك للإخبارية لأنه جهد بيستحق يتوج ب هيك نتيجة. هو جهد متكامل، جهد عمل. بصراحة ما بخبي عليكي، كنت أنا عندي اطمئنان داخلي إنه حيكون لنا جوائز. ليش؟ لأنه مصداقية العمل، حرفية العمل، إتقان العمل، التعاون بالعمل، المحبة بالعمل، كل هاي عوامل بتأدي لهالعمل ليوصل لسكة، بينحط على سكة النجاح ليوصل للنتيجة. فالحمد لله الجهود توجت بهالاستثمار الحلو، سواء بحكي كقسم الرياضه نحن اللي اشتغلنا فيه كشباب عم نشتغل بالرياضه، بعتبر حالي شباب غيرت حالي سنتين زياده، او زملائنا ان كان زميلنا بهاء ولا ان كان زميلنا ربيع. فهو نجاح متكامل لاسره الاخباريه، وشيء بصراحه شيء بيدعو للفخر. يعني انا لما شفت زميلي وحبيب قلبي بهاء عم يتوج، ما بخبيك انه دمعت عيني، لانه هي لحظات النجاح تاريخيه، وتاريخ بيسجل الحدث واحيانا ما بيتكرر ولكن بيبقى اسمه تاريخ وبتسجل بالذاكره. يمكن استاذ مالك هي اللحظات. بهاء كمان احكي لنا، هل كنت متوقع الفوز بالجائزه، خاصه انه يمكن الفيلم اللي قدمته ابناء الدم بيحكي عن التطرف والارهاب وتجنيد الاطفال؟ هلا انا كمان بدي اقول لك انه هو النجاح هو نجاح مشترك، مثل ما تفضل كابتن مالك. يعني نحن كلياتنا عمل مشترك بفريق الاخباريه السوريه. النجاح ما بيحققه فقط بهاء خير او الكابتن مالك، لا، نحن كلياتنا فريق عمل مشترك. فهو النجاح هو نجاح لمنظومه عمل الاخباريه ككل. هلا بالنسبه للفيلم، فيلم ابناء الدم، انا تناولت جزء من الصوره الارهابيه اللي كانت موجوده بسوريا وما زلنا عم نعيشها بعد 7 سنين من الحرب. كان في كثير ظواهر هي موجوده، ظواهر نحن عم نعيشها يوميا، عم نعيش تفاصيلها، يمكن نحن ما شاهدناها بالعين المجرده. صحيح. بعض الناس شاهدوها بالعين المجرده، لكن لازم كانت تتوثق يمكن بها. تماما، نحن شفناها عن طريق اليوتيوب، شفناها عن طريق بعض مقاطع الفيديو اللي انتشرت من قبل المجموعات الارهابيه المسلحه. نحن حاولنا نجمع هي المواد كلياتها ونوصل صوره ولو بسيطه جزئيا عما يمارس داخل سوريا. يمارس الارهاب طبعا، الكل اعترف انه يمارس الارهاب في سوريا، ولكن صوره تجنيد الاطفال، ترهيب الاطفال، زرع بذور الشر بهذا الطفل وخلق منه قنبله موقوته لبعدين، هون وهون اللي نحن حاولنا انه نسلط الضوء عليها. حاولنا انه ان شاء الله تكون الرساله وصلت، ان شاء الله يكون في تجاوب مستقبلا مع ظاهره التطرف للاطفال اللي هو موجود، ويكون في تعاون من قبل الجميع سواء محلي او دولي ايضا من أجل تخليص الأطفال من هاي البذور، بذور الشر اللي زرعت فيهم. إن شاء الله يا رب يا بهاء. كابتن خلينا نحكي، يمكن باسكت بريك، يمكن الرياضة شفناها بالآونة الأخيرة كانت حققت لنا الفرحة، حققت لنا دمعة النصر، حققت لنا دمعة الفوز، وتوحدت القلوب أكيد بفوز المنتخب السوري. ولكن الرياضة يمكن إلى نكهة خاصة، الرياضة إلى هيك روح خاصة فيها. شو سر نجاح باسكت بريك وليش تم اختيارك كأفضل محاور؟ أكيد ما حدا بيقول عن زيته عكر، بس خلينا نحكي على شو هي الركائز الأساسية يلي بتركز فيها على الإعداد وعلى التقديم. هذا أهم سؤال يعني بصراحة بينطرح بهالموقف هذا وبهالمكانة هاي. بس قبل ما أبلش خليني بارك لزميلتنا زينة مخلوف، لها الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ونجاحك كمان مع الإخبارية بإحراز هالجائزة بمهرجان الغدير. باقي انا بس على الوان منك والهنا مشترك، وانت منا وفينا يعني تماما اكيد. عزيزتي
برجع لورا بالذاكره. نحن اول انطلاقه الاخباري وقت كنا عم نشتغل اعداد برامج، بصراحه يعني كان في حوار صغير انا واستاذ هيثم شلبي المدير الفني للمحطه، فقال لي عندي يعني قلت له بدي اعمل شيء ما يخص كره السله، فقال لي في برنامج فينا نعمله بس هذا بده شغل، بده تعب، هذا نصوره من قلب صالة باك راوند لعب كذا، بس هذا يا أخي بده يتصور برا ويتمنتج هون، هذا شغله مضني. قلت له أوكي ليش لا، قال يعني قلنا له أوكي نحن جاهزين نشتغل، قال بس بيضرب ضربته بيطلع شغلة حلوة كتير، قلنا له نحن لها. كان الفكرة أنه مين بده يقدم البرنامج، قال لي أنا بشوفك محلل ما بشوفك مذيع. حكينا مع عدة مذيعات من زميلاتنا ويمكن حضرتك، فكان كله مشغولين ببرامج اخرى، فكانت الكره اخر شيء بملعب الاستاذ عماد ساره، اقول له كل التحيه. وكمان بوجه له تحيه الاستاذ عماد ساره لقلك شغله، واللي هو حاليا كان مدير الاخباري وحاليا مدير العام، للانصاف وللامانه لم يقف في وجه اي انسان طامح حب يقدم فكره او مشروع اعلامي، عطى الفرص للكل، ولكن بالنهايه الملعب هو اللي بيثبت مين اللي بيقدر يكمل ويستمر وينجح ام لا. قال لي قدمه انت. فكان هو الرهان انه انا بقدر اقدم ولا ما اقدم، لانه انا كنت سابقا اطلع بدور المحلل الرياضي. فانه انت ما ممكن تكون تحاول حلقه اثنين ثلاثه فتنا بالجو، بس صار مفارقات حلوه وفي رسائل حلوه كثير بالبرنامج. اهميه البرنامج انه البرنامج ينطق من ارض الصاله، من وسط الحدث، من ارض الملعب. انت اللي عم يلعبوا كانوا مهنن كومبارس، مهنن ناس واقفين لأصل البرنامج، انه جايبينه نحن بدنا نصور، لا 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 لا، مباراه شغاله ونحن على جنب على هامش المباراه، متر بيننا وبين خط الملعب، نكون عم نحاول ببساطه، ما في ديكور، ديكورنا هو الملعب، ديكورنا هن اللاعبين والحكام، وكثير من الحكام بيكون عم ينحكى عن التحكيم ونحن بيوقف بيعطي اذنه بيتبسم وبيمشي، الطابه بتجي لعنا بنمسكها بنرجع لهم اياها. هذا الباسكت بريك ما هو رياضه فقط، هذا كان رساله للعالم الخارجي. نحن وين كنا عم نصور الباسكت بريك؟ بصالة الفيحاء، صالة الفيحاء اللي ضمن مدينة الفيحاء، مدينة الفيحاء نازل عليها 171 قذيفة من قذائف الحقد والإرهاب، وراح فيها يعني استشهد العديد من الرياضيين بمدينة الفيحاء، وياما نحن وعم نصور برنامج الباسكت بريك يكون قذائف عم تنزل برا والصوت، ونوقف شوي بس ليهدى الصوت شوي، بس ما كنا نخاف، لانه في رساله بدها تظهر، في رساله بدها توصل. الرياضه بسوريا قائمه يوم مباراه ويوم تمرين ويوم كبار ويوم صغار ويوم ذكور ويوم اناث وفئات عمريه كلها. ليش؟ لانه هذا واقع رياضه، هي واقع سوريا. سوريا لم تتوقف بالازمه بكل قطاعاتها، ولذلك نجحت. وما تحقق رياضيا بسوريا خلال الازمه لم يتحقق قبلها. ليش؟ لانه صار في صدق وايمان وعزيمه واصرار وقوه وتحدي انه نحن بدنا نعمل. ولذلك شفنا لأول مرة بتاريخ سوريا ببطولة العالم البطل مجد غزال بيجيب الميدالية البرونزية على مستوى العالم بالوسب العالي. نحن بأيام عز الرياضة السورية لم تتخطى الوسب العالي بسوريا المترين، مجد غزال تخطى 230 سنتي، إنجاز عالي من رهيب، وإضافة إلى ما حققه الفرحة الكبرى اللي عملها الفريق المنتخب كرة القدم، عمل حالة حلوة كتير، عمل خريطة رياضية جديدة رياضية وليس جغرافية. الحمد لله نحن سوريا ثابتة ومحافظة على كيانها ومساحتها، ولكن عمل خريطة ومفهوم جديد للرياضة. الرياضة هي توحد الشعوب وهي اللي توصل الصوت إلى أبعد المسافات. أكيد أستاذ مالك أو كابتن مالك مثل ما بتحب نقول لك، خلينا نروح نشوف كمان أجواء توزيع الجوائز الإخبارية السورية وللإعلام بمهرجان الإعلام الأول مع زميلتنا ميسان حمدان، وراجعين نكفي الحديث. على مدار السبع سنوات الماضية كان الإعلام المقاوم جنبا إلى جنب مع رجال الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب، ولعب دورا فاعلا في إيصال رسالة وطنية، بذل من أجلها الدماء ووضع كل إمكانياته في سبيل تحقيقها. ولأن الإخبارية السورية عملت على أن تكون الأولى في نقل الأخبار وحرصت على تقديم مادة مميزة للجمهور وقدمت الشهداء، كرمت على المنابر، وكان آخرها في مهرجان الإعلام الأول حكاية صمود، حيث حازت على أربع جوائز، وهم جائزة أفضل فيلم وثائقي لبهاء خير والذي حمل عنوان أبناء الدم، سبيلنا الجهاد، أحب أن أصير بدولة الإسلام في العراق والشام وأغادر معها
معهم، لأنهم يحبون أن يقاتلون عند المرتدين والكفراء. أهلك مبسوطين أنك تيجي هون؟ شو رأيهم؟ هن بيبعثوني غصب عني. الهدف من هذا المعسكر هو أن نغرس في قلوب هؤلاء الأشباب العقيدة الصحيحة ونربيهم على الشجاعة وحب الجهاد. بس معسكرين يرينوا ذاتهم. جائزة أفضل تقرير حربي مناصفة لربيع ديبي. ما يسمع خلفي الآن هو رصاص واحتفالات رجال الجيش العربي السوري. جميع النقاط التي حاول الإرهابيون دخولها الآن هي تحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري. هذا هو الجديد. دمشق صمدت بجيشها وبشعبها وبمواطنيها، وشارع فارس خوري الذي لم يغادر منه المواطنين صحيح. رغم القذائف المتفجرة ورغم الرصاص ورغم القنص بقيوا صامدين مع جيشهم. أفضل برنامج حواري رياضي ذهبت للكابتن مالك حمود عن برنامج باسكت بريك. مع انتهاء موسم النشاط لكرة السلة السورية بيسوى نعرف وين كنا وين نحن ولوين رايحين، والكلام مع الكبار ما بده انتظار، ولهيك خلينا نحاور ونتحدث ونستفيد من شيخ المدربين لكرة السلة السورية الإنسان العتيق والمعتق ابن البلد والمربي السلوي والمدرب الوطني الكابتن راتب الشيخ نجيب. يعني أهلا وسهلا. أهلا وسهلا في سؤال معي. لوين رايحين؟ جائزة أفضل تقرير رياضي لمازن الهندي والذي تناول ديربي حلب. كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل. من عاصمة الرياضة السورية حلب تعود عجلة النشاط الكروي من خلال مباراة ديربي الشهباء بين الحرية والاتحاد، مباراة رسمية أولى تعود إلى المدينة بعد غياب 6 سنوات كاملة. مواد إعلامية طرحت تحكي قضايا وطن صامد شامخ يعلم العالم في كل يوم معنى الصمود. جديد ألف مبروك للكابتن ولبهاء ولمازن الهندي ولربيع ديبي. بهاء، شفنا يمكن بالفترة الأخيرة أفلام وثائقية كثيرة عرضت على الشاشات السورية أو على مواقع الإنترنت، كانت مباعة يمكن على الإنترنت أو لقنوات خاصة. شفنا كثير من الأفلام الوثائقية، شفنا كثير من المشاعر، شفنا كثير من المشاهد يمكن المؤثرة، ولكن أبناء الدمة يمكن كان له مثل ما ذكرت أو مثل ما حكيت ببداية لقائنا كان له رسالة، كان له هدف واضح. يعني خلينا نحكي شو بيميزه عن باقي الوثائقيات، خلينا نحكي يمكن بهاء قديش عطى من قلبه أو قديش عاش الحالة هو وعم يشتغله للوثائقي. هلأ ليا، شوفي، دائما أكتر شيء بيوجعك بأي موقف بالحياة هو الطفل. الطفل هو المؤثر، الطفل هو عبارة عن مادة خام بعده ما بيفهم شيء من الحياة، فقط هو مهيئ لاستقبال كل شيء. ما فيك تلومي الطفل أنت، ولكن بتلومي التربية للطفل، بتلومي المحيط فيه اللي هو هيئه ليكون عبارة عن أداة قتل. هذا الطفل ما له ذنب أبدا، تم استخدامه من قبل بعض الإرهابيين، طبعا داعش والنصرة وبقية الفصائل الإرهابية، مشان ما نحدد نحن فقط أنه داعش، لا، الجميع كان لهم توجه نحو تجيش الأطفال، استخدام الأطفال بلعبة الموت أو لعبة القتل، لهيك أنا سميته أبناء الدم. موضوع هذا الفيلم مثل ما ذكرت أنه قلت لك نحن ومثل ما حكيت أنت، في كتير أفلام وثائقية على هذا الموضوع صحيح. يمكن الصورة اللي بتصل عن طريق الأفلام الوثائقية هي جزء بسيط من الشيء اللي كانوا عم يعيشوا هذول الأطفال، من الشيء اللي هن كانوا عم يعيشوا أهالي هؤلاء الأطفال. طب تفكر تعملوا جزء ثاني مثلا؟ طبعا طبعا. هيك أفلام أنت عم تعيشي حالة حرب 7 سنين، نحن ما زلنا إن شاء الله نحن عم نقطف ثمار الانتصار حاليا. كل البوادر، كل الصورة صارت مهيئة أنه نحن أمام نصر كتير كبير. سوريا تعبت بهذه الفترة، الكل تعب، ولكن بفضل أبنائها، بفضل شعبها، بفضل جيشها العربي السوري حققنا انتصار. هذا الانتصار رح يشهد عليه التاريخ، رح يشهد عليه العالم انه نحن امام نصر كثير كبير. وان شاء الله انا بذكر لك انه في جزء ثاني،
وفي حتى أفلام وثائقية لا تتعلق فقط بالأطفال، ففي إن شاء الله أفلام وثائقية مختلفة نوعا ما ولكن لا تخرج عن سياق الحرب، يعني هي على هامش الحرب. معلش خليني أقاطعكم، معلش أعمل مقاطعة. أنا بدي أسألك كمان سؤال. أنا بدي أسألك بهاء، شو بتعمل لحتى صوتك يصير حلو؟ يعني صوتي يصير حلو مثل صوتك شو؟ بقعد جنبك بس. جد أنا من الناس اللي بيستمتع بالصوت بقى، ما شاء الله في دفء حلو، يعني هذا نص نجاح العمل أنا بشوفه من الصوت. هيك نحن العوامل النجاح هيك بالإخبارية السورية كلنا. شهادتنا مجروحة ببعض. كنا متكاملين. إحنا كنا شهادتنا مجروحة فيكم ونفتخر فيكم. كابتن مالك باختصار شو الجديد بباسكت بريك؟ هو من البرامج الأساسية على الإخبارية السورية. الباسكت بريك بس بدي أحاكيكي باختصار، يمكن أحيانا بيفكروا البعض بيفكروا أنه الحوار الرياضي هو عبارة عن 5 أسئلة 10 أسئلة بحطوا لك على الورقة بتسألي. أحيانا في شيء مضني بالموضوع، يعني أنا من المفارقات اللي صار معي مرة جبت ضيف فأنا محضر 18 سؤال وفي بمخي 38 سؤال، ولكن طلع الضيف قليل الكلام، أطول جواب عنده إيه لا. فخلاني أسأله شيء 96 سؤال بالحلقة، طالعني عن 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 طوري بس ضبطت نفسي. وهي مشكلة، هي أهمية الحوار. الحوار ما هو شيء مكتوب، الحوار أني أنا خلي الضيف يعطي جواب مو مرتب له، مو مرتب له لطالع المعلومات اللي ضمنه، هو عم يضحك ويلعب يعني بكل سلاسة بدي اسحب المعلومة وبدي يكون في شيء نوع من البساطة بالموضوع. الحمد لله هذا الشيء صار، ومرة مرتين صارت معي انه نروح على البرنامج انسى ورقة الأسئلة بالمكتب، ممكن اخذها معي، بس دائما شو بيقولوا العلم في الراس وليس في الكراس، ما بيخاف عليك. فالحمد لله يعني هذا الجهد وهذا التعب استثمر، بالنهايه بنقول جهد متكامل. بقول شكرا للمخرج سامر نيوفي اللي دائما بيعانوا معنا بالبرد والشوب، شكرا لزملائنا المصورين تحديدا او اكثر شيء ابراهيم جديد ونزيه منصور كانوا كثير عم يتعبوا معي ان يتخصصوا بهالبرنامج. بقول مبروك للزملاء ومبروك للاخباريه كلها وان شاء الله دائما بنجاح. شكرا لك لك كابتن، اكيد نحن كثير فخورين بحضرتك وبمهنيتك العاليه، ونحن اكيد كثير فخورين بوجود حدا مثل حضرتك معنا بالاخباريه. شكرا كثير لك كابتن، وموفقين ان شاء الله باسكت بريك بينال جوائز عالميه مو بس محليه. بهاء خير زميلنا المحبوب بالاخباريه السوريه، اكيد نحن كمان فخورين بحضرتك وفخورين بكل أعمالك، وإن شاء الله ألف مبروك الجوائز، وأكيد نحن كتير فخورين فيكم. نحن فخورين فيكم كلياتكم، فخورين بكل طاقم العمل. بدي أتشكر الكابتن مالك كتير على الكلام اللطيف اللي هو حكاه، هذا بينم عن جزء من شخصيته بهاء في موجز كبيرة كتير. أكيد ما رح أطلقها على موجز يا بهاء، فيلا انطلقوا الموجز، أنا بترككم بخير. أكيد شكرا لوجودكم.